ساعات قليلة قبل رحيل السنة الميلادية الماضية لم تشكل سطات الاستثناء عن باقي المدن المغربية. ككل سنة باشرت ولاية أمن سطات مجموعة من التدابير الأمنية الاحترازية استعدادا لاحتفالات رأس السنة. طاقم سكوب مارو اختار قضاء ليلة رأس السنة رفقة العناصر الأمنية في شوارع سطات المظلمة ليرصد لكم كيف قضى جزء من السطاتيين ليلة البوناني. بالفعل هذا كيدخل في اطار واحد الاستراتيجيه الامنيه اللي كتنجها المديريه العامه للامن الوطني اللي كتنبني على الانتشار الامني بالشارع العام وتجسيد مفهوم شرطه القرب من اجل التوطيد ديال الاحساس والشعور بالامن في نفوس المواطنين. لذلك حنا على غرار باقي الولايات والمناطق الامنيه بالمملكه كنقوموا ببلوره التعليمات على ارض الواقع عن طريق التواجد الأمني المكثف، تنظيم الحملات التطهيرية، عملية التحقق من الهوية، وكذلك نقوم بتفعيل وهو مهم نقوم بتفعيل الدور الوقائي والزجري. كيف شفتوا هناك سدود قضائية، نقاط مراقبة، دوريات راجلة ومحمولة، كذلك نقاط ديال التمركز. هناك استراتيجية أمنية عامة تصلح لأي مناسبة وأي ظرفية. من أجل تفعيلها نوفر مجموعة من العناصر الإيجابية والضرورية، أولها وهي الجاهزية، التواجد المستمر والجدية والانضباط وروح المسؤولية. أما بالنسبة للمناسبة رأس السنة، احنا دائما عندنا واحد العمل استباقي على جميع المستويات، وهذا هو اللي كيعطي المدينة سطات ديك الميزة ديال الأمن والطمأنينة. كتجي حالات بين الفين والأخرى تتم معالجتها بنوع من الحنكة والحرفية والسرعة المطلوبة. فعلا سؤال وجيه، وقعوا حالات متعددة بعد مدن ديال المملكة سواء مدينة فاس، مدينة إنزكان أو بعض الأسواق الأسبوعية اللي تم خلالها الاعتداء على المتورطين فيها بالضرب والجرح أو اعتداءات جسيمة وجماعية. فهناك عدم دراية ببعض النصوص القانونية لدى بعض المواطنين، وهو الشيء الذي يجر صاحبه إلى مشاكل وكيتورط في قضايا كاين الجهات المختصة المخول لها قانونا البت في هذه القضايا. بالنسبة للمشرع في المسائل اللي شرتي لها كان واضح، هناك فعلا فصل في قانون المسطرة الجنائية فريد. أشنو كيقول لك يحق في حالة تلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لكل شخص ضبط الفاعل وتقديمه إلى أقرب ضابط الشرطة القضائية، ماشي الاعتداء عليه. الفصل هو الفصل 76 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، كيف قلت، لكي يخول لأي مواطن ضبط شخص في حالة تلبس وتقديمه لأقرب ضابط الشرطة القضائية، إنما في إطار القانون دون تجاوزه، لان كاين الجهات المختصه اللي مختصه في هاد الحالات اللي خولها القانون الصلاحيه ديال البت في هاد القضايا وديال التحري وديال تقديم الاشخاص للنيابه العامه المختصه. اشكر بالمناسبه جميع المنابر الاعلاميه اللي كتقوم بالعمل الصادق والعمل الجاد، وكنتمنى المجهودات ديالها كذلك، واللي بدورها كتمن مجهودات ديال رجال الامن دون محاباه وبكل حياد. اشكر كذلك جميع السلطات التي تساهم في استتباب الامن وجميع القوات العموميه، واتمنى من المواطن مدينه سطات انه يصبح اكثر جراه للمساهمه في العمليه الامنيه ولو من بعيد. اشكر فعاليات المجتمع المدني للمدينه، واتمن غاليا روح التواصل لانه شيء طبيعي. كيف جاء في التحليل ديال مؤسس علم الاجتماع الحديث الفرنسي إيميل دوركهايم بخصوص الدائرة الاجتماعية، حيث كيقول من أجل ترميم أي مجتمع لا بد من مشاركة كل الأطياف. أنا أتمنى أن الكل يشارك في هذه العملية الأمنية ولو ب ب
من بعيد ولو بمعلومه ولو لانه ماشي عيب، لانه كان كل كيساهم في الامن والامان ديال بلاده. وشكرا. قبل أن يغلق طاقم سكوب ماروك عدستها عائدا بعد ليلة استثنائية بصم عليها أداء متميز للمنظومة الأمنية ووعي وتفاهم كبيرين أبان عنهما ساكنة ستات باستثناء إرباط التي تصدت لهم ببسالة عناصر الأمن بالمدينة ستات وبترتهم في مهدهم قبل إظهار أي مظاهر مشينة وشادة.